انت النهارده الخطوره كلها بتاعت نادي الزمالك كانت من عند الناحيه الشمال. اللي كان بيحصل النهارده من النادي الاهلي هو كان بيدخل محمد هاني جوه يمسك ناصر ماهر، وقبل ما زيزو يطلع كان بيدخل علي معلول هو جوه الملعب، وكان بيخلي الاطراف بيخلي الاطراف للونجين بتوع النادي الاهلي سواء اذا كان عمر كمال او طاهر محمد طاهر. فانت بتتكلم ان انا ما كانش عندي النزعة الهجومية الكبيرة من الأفراد اللي كانت موجودين. وبعدين بقى ما كفاية مودست بقى يا جماعة، يعني كفاية مودست، يعني مودست كتير جدا جدا. لا والله مودست كتير جدا، كتير جدا على الأهلي وكتير على الزمالك، كتير على ناس تتفرج على كورة. وسام أبو علي النهاردة كان بيلعب مكان مودست. أنا فاهم جدا إن وسام أبو علي الإمكانيات بتاعته مختلفة عن مودست، ورغم إنه بيلعب في نفس المكان، بس الراجل بيحاول بيفرق، بيعمل فوضى، بيحاول يضغط الكرة ما جاتلوش، بيحاول يضغط على السنتر باك، بيحاول يقفل زاوية الباص. الراجل التاني مفيش خالص. فانت فقدت، انت النادي الاهلي كان بيلعب النهارده ناقص واحد في اول 45 دقيقة بسبب مودست. الراجل ملوش اي لازمة. لو المباراة صعبة شوية مودست مش موجود في المباراة، شاهد ما شافش حاجة، مفيش اي تواجد ليه. فالنهارده زي ما كنا بنشيد بمارسيل كولر، النهارده مارسيل كولر يتحمل نتيجة المباراة ببداية سيئة جدا للنادي الاهلي، ولكن اللي يتحمل الهدف الثاني هو لعيبة النادي الاهلي. لما انت كمحمد عبد المنعم ورامي ربيعه للمره المليون في المباراه الكره تتلعب في ظهركم، والراجل يسبق وياخد الكوره مع ان الكوره كانت ما بينهم هما الاثنين، ياخد يسبق وياخد الكوره وياخد منها الاوت. وبعدين كل مصر عارفه ان مصطفى الزناري واحد من افضل، هو والشيبي من افضل الناس اللي بتعمل اوت، فمفروض نادي الاهلي كان يقف صح في غلطه عند وسام ابو علي. بس في نفس الوقت بصراحه لعيبه نادي الزمالك كانت بتلعب بروح وقلب صح. كبير جدا 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 صح جدا, جداً. وتحس ان الهدف اللي جه ده باجمالي مباريات نادي الزمالك قبل كده، ومباراه الكاس كان نادي الزمالك طرف كان الافضل في معظم اوقات المباراه.